سؤال حلقتنا النهارده ما هي توقعاتك لمباريات الجوله الاولى مصر اوروجواي ولا والسعوديه روسيا؟ ايه اللي هيحصل في الماتشين الاوائل؟ مصطفى الدكروني مساء الخير يا عفيفي مصر للاسف هتخسر 2-0 والسعوديه وروسيا تعادل 1-1 تحياتي ليك تحياتي ليك يا مصطفى واتمنى يكون رايك غلط. محمد راجب ولا راغب؟ اعتقد انها راغب. اتوقع السعوديه بتحقق المفاجاه وتكسب روسيا اداء ونتيجه خاصه ان الفريق الروسي عادي جدا الاوروغواي بتكسب مصر والسعوديه المباراه الاخيره بتكون ديربي مهم وحاسم وساعتها ربنا يستر ان شاء الله من اي مشاحنات او قله عقل زكريا رمضان مصر هتجمع ثلاث نقط من ثلاث تعادلات ولن نحرز اي اهداف ويبقى لنا هدف مجدي عبد الغني ذكرى مؤلمه لكل مصر لا انا عندي اتعادل واخسر واعمل حاجات كتيره بس مش عايز اتعادل انا 3 0 0 دي بصراحه يعني أنا ممكن نعمل يعني ممكن أنا مت متات أكتر من دي يعني بكتير وأصعب من دي بكتير، بس ثلاث ماتشات تلاتة صفر دي أنا مش هستحملها بصراحة، أنا رايح المونديال بالذات ومجهز نفسي و... وجايب طقم جديد عشان أتفرج على مصر إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بتسجل في المونديال يعني، وائل سمان تعادل مع أوروجواي نكسب روسيا 1-0 بهدف محمد صلاح الشوط التاني وتكسب السعودية 2-1 في الحالة دي يبقى معاك 7 نقط تصعد. إن شاء الله يعني. معاذ عادل اتوقع مفاجاه المنتخب المصري الفوز واتوقع تعادل السعوديه ودي تبقى فعلا مفاجاه لو كسبنا اوروجواي